بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليم احبابي واحباب شفية المغربيه لكم مني السلام تنطلب الله سبحانه وتعالى يلقاكم هذا الفيديو وانتم باحسن الاحوال ان شاء الله بحول الله وقوته غادي نحط واحد الوصفه خاصه ان شاء الله الناس اللي عندهم اسحار امام العتبه الناس اللي تيلقاو اسحار امام العتبه الناس اللي تيلقاو البيض تيكون خانز او يكون في رائحه كريهه او تيلقاو زيت امام العتبه او تيلقاو تراب او تيلقاو ملحه او تيلقاو اي صمت من انواع السحر اللي يحطوه الكهنه السحره اللي تيحطو السحر اللي تيدير المشاكل وتيدير الصداع كاين بعض الاحيان تيقراو على تراب وتيلوحوه في ممر الطريق اللي تتمر منها اما تيكون تيكون دروج او تيكون مصعد تيديروا فيه التراب باش انهم ياثروا على داك الشخص داك الشخص يدوز من هذيك الطريق يهزو في الاحذيه ديالهم ويدخلوها للمنازل ديالهم اذا الشر اللي تيحط الشر تيحطوا لك في اي طريق الطريق اللي تدوز منها تيحط لك هذاك الشر ولكن الناس اللي عندهم العتبه تيلقاو في اصحاب الناس اللي تيلقاو تيلقاو مشاكل امام العتبه او العتبه اللي تتكون تعرضات للسحر تعرضات للسحر ولكن هذاك السحر وقف الحال وقف الحال كاينين بعد الناس اللي تيحطوا تيجي العتبه ديالك وتيبقى ياخد سكين ويبقى يدير راسو بحال تينظف العلكه او تينظف اي شيء ولكن هو باش يدير لك صداع امام العتبه كاين بعض الناس ياخذوا سكين ويجي حتى العتبه ديالك ويبقى يحرك فيه او يقرا تعويد انه هذاك تيتسمى سحر عليهم اللعنه بلعنه الله الكفاره السحره اللي سيادي خوتهم المسلم ولكن الله سبحانه وتعالى لهم بالمرصاد ان شاء الله الله غادي ياخذ فيهم حق لانهم تاديو الناس وتطرعوا على الناس كاين بعض الناس لم ما يعرفوا والو ما هذا الميدان يلقى هذاك الشيء وتيتخطاه ولكن من يجي البيت يلقى راسو انه عنده اعراض خيبه في الجسد ديالو تيضروه رجليه تضره الراس تضره الكتفين تيولي مريض درجة أنه إلا كانت يشتغل يقدر يمرد فيها سيمانة كين الأبناء الصغار اللي مثل يكونوا تيقراو الترونسبور أو يتخطى داك التراب ولكن ما عارفش ذلك التراب لاش مديور، إذا غادي ناخد الملحة آه الملحة آه غادي ناخد الحلبة معلقة كبيرة ومعلقة صغيرة ديال السانوج السانوج هو اللي حباتو صغار حبه اللي عنده حبه البركه يديرها حبه البركه هي اللي عندها حبيبات يكونوا غلاد هذا السنوج اللي تيكونوا الحبيبات ديالو رقاق ناخذ نص, نص نص قنينه ماء الخل قنينه صغيره نص ديالها وغادي ان شاء الله غادي نقرا عليها ايه الابطال ان شاء الله وصوره الزلزله لان باش نزلزلو هذاك السحر اللي ماثر على العتبه ماثر على الوليدات ماثر على الام أه حاط مشاكل ديال قله الفلوس الناس ديما عندهم متاهة في, في البيت ديما عندهم مشاكل ما تيتفاهموش في البيت عندهم صراعات هما هذاك هو الهدف ديالهم انهم يخليو البيت او يخليوا ناس البيت ديما عندهم مشاكل ديما عندهم مشاكل هما ديما تحسوا باللذه تيحسو بأنهم رحقوا شهادة في ديالهم ولكن الله سبحانه وتعالى لهم بالمرصاد السحر تتبطلوها كلمة من أحرف من القرآن الكريم أه ولا يفلح الساحر من حيث أتى ولا يفلح الساحر من حيث أتى أه غادي نقراو على هذا الكأس غادي نقراو عليه سورة الزلزلة غنقراو سبعة المرات وغادي نقراو ولا يفلح الساحر من حيث أتى أنقرأ واحد وخمسين مرة على هذا الكأس واحد وخمسين مرة غادي نقرأ صورة الفلق ثلاث مرات صورة الناس ثلاث مرات غنقرأ صورة الضحى ثلاث مرات الضحى لجلب الرزق وغادي نقرأ يفتح يرزق يفتح يرزق مئة مرة على هذا الماء هذا الماء آه غادي ان شاء الله غادي تبطلي السحر بالايه ايه الابطال ولا يفلح الساحر من حيث اتى معمر عمر السحر غادي غادي ان شاء الله وغادي تبداو ترشوا بها العتبه من الاحسن نقرأ عليها في اي وقت بغيت اما في الصباح وفي الليل نغطي هذاك الوعاء نغطيه آه باش انني آه نحميه من الطاقه السلبيه ولو في الخل ولو في الملحة ولو في السنوج الحلبة تبطل أي سحر اللي دارته بنت الكلبة تحيدو الحلبة تنستسمح على هذا اللفظ ولكن بنت الكلبة هي الساحرة هي الباغضة هي الحاسدة اللي تتأديك بالسحر أو الإنسان اللي تأديك بالسحر هو إنسان مكره وخبيث ولكن السحر الى حطيتي غير ايه سوره الزلزله ترجع ليه هذاك السحر تيرجع ليه سبحان الله شياطين السحر تي الساحر للساحر الساحر تيبقى غير ساحر ولكن لا يفلحون لا يفلحون لان ربي سبحانه وتعالى ما خافوش من الله اذا اللي ما خافش من الله تخاف منه اذا ان شاء الله بحول الله حنا رمينا الملح رمينا الخل رمينا المكونات اذا الوصفه راه باينه غادي نرشو ديما غادي امام العتبه في الليل في الليل ديما نرش العتبه لان العتبه في الليل باش ما تخطوش عليها ولكن انتي ترشي وتتقراي يفتح يرزق اللي فتح الرزق تتفوسخي وتتبطلي العتبة وفي نفس الوقت تجلبي رزقك إن شاء الله تتجلبي الرزق بي يا يا رزاق يا رزاق العدد اللي بغيتي آه بدون عدد ولكن بعد ما قرينا عليهم القراءة اللي عطيتكم إن شاء الله إذا حبابي ما بقى لي ما لكم إلا هاد الوصفة تبعوها سبع أيام ورشوا آه رشوا العتبه في الليل الصباح راه غتصبح ناشفه حتى كان ساحر رش عليكم في الليل غادي يبطل كل الاسحار اذا الى عجبكم الفيديو خليو لي لايك دعموا القناه تفعلوا الجرس تابوناو بحول الله وقوته والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته